بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلاب الصف السادس. رجعت معكم أنا مس شروق عارف من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. إن شاء الله يا مس اليوم بدنا نبدأ بدرس جديد واللي هو درس رسم المثلث الجزء الأول. رح نقسم درسنا إن شاء الله يا مس اليوم لقسمين، قسم رح ناخده في حصة اليوم وقسم في الحصة الجاي. طبعا يا مس رسم المثلث بالدرس الجاي اللي هو رسم متوازي الأضلاع بنحتاج إلى هندسة، يعني بتشتروا يا مس هندسة كاملة تحتوي على مسطرة ومنقلة وفرجار، لأنه رح نحتاجها إن شاء الله في درسنا لليوم. فالكل بيكون جاهز محضر حاله للرسم، لأنه يا مس بما أنه درس رسم يعني درس عملي تطبيقي، درس عملي تطبيقي، فالكل بيكون جاهز أمامه محضر المسطرة والمنقلة والفرجار وبيتبع معي خطوة خطوة. فنبدأ على بركة الله يا سادس. طبعا بالبداية يا مس احنا أخذنا بالدروس السابقة المثلث يتكون من ثلاثة أضلاع، ضلع ضلع ضلع، وإله ثلاثة زوايا، هي الزاوية واحد، الزاوية اثنين، الزاوية ثلاث. وحكينا أنه مجموع زوايا المثلث يساوي كم يا مس يا أحمد؟ ممتاز، 180 درجة. وحكينا إله ثلاثة رؤوس، رأس رأس رأس، معناته يحتوي المثلث على ثلاثة أضلاع وثلاثة رؤوس وثلاثة زوايا. طبعا إحنا ما رح نركز هنا زي ما الدروس السابقة ركزنا على مجموع قياسات الزوايا، إحنا هنا بدنا نرسم رسم، يعني بدنا نطبق تطبيق عملي. في عندنا ثلاث حالات لرسم المثلث. بدرس اليوم رح نحكي عن أول حالتين، وبالدرس الجاي إن شاء الله رح نذكر الحالة الثالثة. الحالة الأولى اللي هي إذا علمت أطوال أضلاعه الثلاث. إحنا حكينا إنه المثلث له ثلاثة أضلاع. طب إذا عرفنا أطوال الثلاثة أضلاع بدنا نصير نرمز إلها بالرمز ضاد ضاد ضاد، يعني ضلع ضلع ضلع. أسهل لنا، يعني ما أول ما تسمع يا مس يا محمد إنه الحالة الأولى ضاد ضاد ضاد، معناتها هي ضلع ضلع ضلع، معلوم في مثلث ثلاثة أضلاع. بنحتاج للحالة الأولى مشان نرسم المثلث أدوات لنا نستخدمها المسطرة والفرجار. فكلنا يا سادس بنكون محضرين أمامنا مسطرة و فرجر، كلنا بنكون محضرين امامنا مسطره وفرجر. بس المسطره زي المسطره اللي معك والتدريج اللي عليها اللي هو تدريج بالسنتيمتر، بيبدا من 0 الى 12، وفي بعض المساطر بيكون التدريج اكثر من 12. وطبعا الفرجار يا مس انتبهوا لي عليه كثير منيح، الفرجار بتكون من جزئين، جزء فيه الراس المدبب، هي يا مس اللي هو بيكون راس، هي عباره عن قطعه حديديه، بتكون عباره عن قطعه حديديه. فبدنا ننتبه كثير منيح يا سادس واحنا نستخدم الفرجار انه احنا ما نجرح حالنا يا مس، نستخدمه بعنايه. الجزء الثاني اللي هو بيحتوي على القلم، الجزء الثاني من الفرجار اللي هو بيحتوي على القلم، معناته الفرجار بيتكون من قطعتين، قطعه في عباره عن الراس المدبب وقطعه، طبعا الراس المدبب انا بثبته مشان اقدر الف الراس اللي بيحمل عليه القلم. احنا يا مس كطلاب بدنا نمسك الفرجار من راسه، بدنا نمسك الفرجار من الراس من الاعلى، تمام؟ اذا مسكنا الفرجار من راسه من الاعلى والراس المدبب او حكينا القطعه المدببه هي اللي بنثبتها على الورقه وبنصير بنحرك بالقلم. هسه يا مس طبعا من خلال الرسم وخطوات الرسم جميعها راح نتعرف على الخطوات ونتعرف كيف نستخدم الفرجار ونثبته بالطريقة السليمة. مشان هيك يا مس خلينا ننتقل أول شيء لخطوات الرسم من خلال المثال. حكينا طبعا الحالة الأولى ثلاثة أضلاع، ضلع ضلع ضلع، نستخدم مسطرة وفرجار. طبعا ما رح نعرف كيف نمشي بخطوات الرسم إلا إذا أخذنا المثال التالي. بيحكي لنا المثال يا مس يا أحمد، ارسم المثلث ألف باء جيم. طبعا المثلث بيسمى بثلاثة أحرف لأنه عبارة عن ثلاثة أضلاع، بحيث يكون ألف باء 3 سنتي وباء جيم 5 سنتي وألف جيم 7 سنتي. انتبهوا لخطوات الرسم واحدة واحدة، تمام؟ طبعا هون رح نمشي بالخطوات بشكل عام، وهسه بالمثالين الجيات أنا رح أعطيكم خطوات أسهل بطريقة أسرع ترسموها. أول شيء بيحكي لنا ارسم القطعة المستقيمة باء جيم اللي طولها 5 سنتي. بس لاحظوا احنا عندنا ثلاث أطوال، عندنا ثلاثة، عندنا خمسة، وعندنا سبعة. ثلاثة أصغر شيء، سبعة أكبر شيء، وخمسة هي الضلع الأوسط. معناته لاحظوا إنه احنا بلشنا برسم الضلع اللي طوله وسط، اللي طوله جاي بالوسط ما بين الضلع الأصغر وما بين الضلع
الأكبر. طبعا مشان أرسم القطعة المستقيمة بحتاج إلى مسطرة، قلنا مسطرتنا أمامنا جاهزة، هي المسطرة، بحتاج إلى مسطرة وقلم، بحتاج إلى مسطرة وقلم. هي جبت القلم، انتبهوا يا مس شو بدي أعمل، بدي أبلش من عند الصفر، هي الصفر، بلشت من عند الصفر برسم خط لعند الخمسة، برسم خط لعند الخمسة. طبعا المسطرة خليها موجودة لأن إحنا رح نحتاجها. هي رسمنا قطعة مستقيمة طولها 5 سم، شو اسمها؟ ممتاز محمد بيحكي لنا اسمها باء جيم، مس مباشرة بعين الأحرف عليها، مباشرة بعين الأحرف عليها. طبعا وطولها 5 سم، طولها 5 سم، خليني أكتب هنا، هاي في عنا 5 سم اللي هو طول القطعة المستقيمة باء جيم. تمام، بعد ما خلصنا منها بيحكي لنا افتح الفرجار فتحة طولها 3 سم. لو جيت سألتك يا مس يا سهرة كيف بدي افتح الفرجار فتحة طولها 3 سم؟ ممتاز، بتحكي لنا بستخدم المسطرة، بستخدم المسطرة والفرجار، يعني بجيب المسطرة، هاي زي ما انتم شايفين المسطرة امامكم يا مس، وبروح بجيب الفرجار. هاي ملاحظين يا مس الفرجار من شو بيتكون الفرجار معي؟ هاي هنا في عنا الرأس المدبب، هاي الرأس المدبب، في عندي الرأس اللي بيحتوي على القلم، ودائما احنا بنمسكه من الاعلى، نمسكه من الاعلى، هي ملاحظين انا وين مسكيته؟ من الاعلى. بجيب الفرجار، بثبت الرأس المدبب عند الصفر، بثبت الرأس المدبب عند الصفر. بس الفرجار بيتحرك معنا، شايفين؟ هاي بقدر احركه للاعلى وللاسفل، وبقدر اكبر واصغر زي ما بدي، هاي فرجار بقدر اكبر واصغر زي ما بدي، وبقدر احركه للاعلى وللاسفل. معناته هي فتحنا الفرجار، حطينا الرأس المدبب، دائما الرأس المدبب بحطه عند الصفر، تمام يا مس؟ هي حطينا الرأس المدبب عند الصفر، بعدين بصغر لحد ما اخلي القلم، لحد يا مس ما اخلي القلم، هي شايفين الرأس المدبب عند الصفر، وضليت اصغر بالفرجار لحد ما القلم، الرأس اللي فيه القلم ثبت عند الثلاث، تمام؟ معناته هي قياسها صار 3 سم. ببعد هسا المسطرة، بشيل المسطرة وضلني محافظة على فتحة الفرجار زي ما هي. هاي فتحنا الفرجار فتحة طولها 3 سم، بيحكي لنا ركز رأس الفرجار المدبب في النقطة في الرأس با وارسم قوسا. هاي مسكت الفرجار، شايفين من وين؟ هاي بدي أرجع أمسك الفرجار من الأعلى، هاي مسكت الفرجار من الأعلى، بيحكي لنا ثبت الفرجار عند الرأس با، هي ثبت الفرجار عند الرأس با وارسم قوسا، وارسم قوسا بيحكي لنا. زي ما حكيت لكم الفرجار بيتحرك يمين يسار، بقدر احركه زي ما بدي، برفع الفرجار بس شوي هيك يا مس، وبرسم قوس، برسم قوس. طبعا قوس القلم يا مس اللي موجود معنا من خلال تحريكه، لان انا الرأس المدبب مثبتيته عند النقطة با، معناته راح احرك، هاي راح ارسم قوس. هاي شفتوا كيف حركت الفرجار ورسمت قوس؟ بس بعد ما تحرك الفرجار ترسم قوس، خلص اترك الفرجار، اترك الفرجار وشيله زي ما هو، اترك الفرجار وشيله من على الرسم، خلص انت هيك رسمت هسه القوس اللي هو من خلال فتحه الفرجار 3 سم. بعدين بيحكي لنا نفس الشيء، ارجع افتح الفرجار كمان مره فتحه مقدارها 7 سم. هاي بدي اجيب المسطرة، بدي أفتح الفرجار فتحة مقدارها 7 سم. بدي أسألك يا مس يا يونس، الرأس المدبب وين أحطه؟ ممتاز، بيحكي لنا نضع الرأس المدبب عند النقطة 0، بفتح الفرجار فتحة مقدارها كم؟ ممتاز، كنا بفتح الفرجار فتحة مقدارها 7 سم. بس أنتوا بتقدروا تنزلوا وتحركوا الفرجار زي ما بدكم، تمام؟ هاي فتحنا الفرجار فتحة مقدارها 7 سم، فتحة مقدارها 7 سم. طبعا خلص منشيل المسطرة اللي احنا ما بنحتاجها، خليني اغير لون القلم عندي عشان اميز القوس. بعد ما فتحنا الفرجار فتحة مقدارها 7 سم، بيحكي لنا ركز رأس الفرجار المدبب، الرأس الحديد اللي هو المدبب، ركزوا عند النقطة جيم، هي ركزتوا عند النقطة جيم بالضبط، وارسم قوسا، وارسم قوسا. بس هذا القوس اللي بدي ارسمه يقطع القوس الاول اللي هو القوس اللي احنا رسمناه بالاسود، يقطعوا في النقطة ألف، يقطعوا في النقطة ألف. هاي خليني
أرسم قوس. هاي رسمت القوس، شايفين؟ خلص بترك الفرجار، بترك الفرجار. طبعا هسه احنا خلص مش محتاجين لا الفرجار، بنشيله على جنب. بيحكي لنا القوس الثاني يقطع القوس الأول في النقطة ألف. هيو قطعه في النقطة ألف. النقطة ألف معناته نقطة تقاطع القوسين، نقطة تقاطع القوسين. آخر خطوة بيحكي لنا يا سادة صل ألف مع باء وألف مع جيم. بس بالمسطرة طبعا أنتوا بيكون عندكم حرية أكبر مني بتحريك المسطرة، فبيتحركوا المسطرة مشان نوصل. هاي أنا بدي أحرك المسطرة مشان أستطيع أني أوصل ما بين ألف وباء وما بين ألف وجيم. أول شيء يا مس أنا بدي أوصل ألف مع جيم، بدي أوصل ألف مع جيم. طبعا يا مس ألف جيم قبل ما أوصلها يا مس يا حلا، ألف وجيم كم لازم يطلع قياسها؟ ممتازة، 7 سنتي لازم يطلع قياسها، 7 سنتي. معناته هاي بدي أركز النقطة صفر، بدي أركز النقطة صفر يعني التدريج صفر، بدي أركز التدريج صفر يا مس. هاي شايفينه، هاي الصفر بدي أركزه عند النقطة ألف، بدي أركزه عند النقطة ألف وأحرك المسطرة لحد ما أوصل عند الرأس جيم. هاي الرأس جيم، لاحظوا يا مس هنا هاي النقطة ألف وهي الرأس جيم، لاحظوا أنه كم قياسها؟ ممتاز. هاي هاي مس، بس خليني أرفعها شوي للأعلى مشان تبين أكثر. هاي ممتاز، لاحظوا أنه كم طلع قياسها؟ ممتاز، طلع قياسها 7 سنتي بالضبط، طلع قياسها 7 سنتي بالضبط. هسه بروح بجيب القلم بوصل ما بين النقطة ألف وما بين النقطة جيم. هاي خلصنا من توصيل الضلع ألف جيم، وبالفعل طلع معنا زي ما حكينا 7 سنتي، طلع معنا 7 سنتي. هسه يا مس بدنا نوصل ألف مع باء، كم طول ألف وباء يا جنى؟ ممتازة، طول الضلع ألف باء 3 سنتي. هاي لاحظوا كم طلع معنا؟ ممتاز جنى بتحكي لنا طلع معنا بالضبط 3 سنتي، طلع معنا بالضبط 3 سنتي، فبوصل بين ألف وباء. طبعا هيك خلص انتهت مهمة المسطرة. حكينا ألف جيم طولها 7 سنتي، وتأكدنا من خلال المسطرة، ركزنا النقطة صفر أو التدريج صفر عند ألف، ولحد ما وصلنا الرأس جيم طلعت معنا بالفعل 7 سنتي، وألف باء لما رسمناها برضو طلعت معنا بالفعل 3 سنتي. معناته إحنا خطوات الرسم معانا يا مس هنا أول خطوة وأهم خطوة، لأن إحنا أول شيء بنرسم الضلع الأوسط يعني اللي قياسه جاي بالوسط ما بين الضلع الأصغر والأكبر. بعدين بنفتح الفرجار مرة بفتحة مقدارها أقل ضلع، ومرة بفتحة مقدارها أكبر ضلع. طبعا بهيك يا مس إحنا لسه ما عرفنا أو ما تثبتت معلوماتنا بالنسبة للرسم، نحتاج إلى مثال آخر مشان نثبت معلوماتنا عليه. نروح للمثال الأول، بيحكي لنا بهذا المثال أرسم المثلث سين صاد بسين صاد عين بحيث يكون سين صاد 4 سنتي وصاد عين 6 سنتي وسين عين 7 سنتي. أول خطوة شو بدنا؟ أول خطوة شو بدنا نعمل يا مس يا عمر؟ ممتاز، بحكي لنا أنا في هاي الحالة بما أنه في عندي 3 أضلاع معلومة بحتاج إلى مسطرة وفرجار، أول شيء بجيب المسطرة. هاي جبنا المسطرة، بدك ترسم أي ضلع؟ ممتاز، بحكي لنا بدي أرسم الضلع اللي جاي قياسه بالوسط ما بين الضلع الأصغر والضلع الأكبر. عندك 4 وعندك 6 وعندك 7، مين الضلع الأوسط بينهم؟ ممتاز، بحكي لنا 6 سنتي، بحكي لنا 6 سنتي، معناته هو لازم يا سادس يبلش رسم من عند الضلع 6 سنتي. هاي منجيب القلم منعين النقطة، هاي من عند النقطة صفر، خلينا نحط اللون الأسود للقلم، من عند النقطة صفر بنرسم. ممتاز، هاي رسمنا قطعة مستقيمة طولها 6 سنتي. بننزل المسطرة شوي لتحت لأنه إحنا محتاجينها هسا. هاي القطعة المستقيمة اللي طولها 6 سنتي اسمها صاد عين. ممتاز يا مس يا عمر، وبنكتب عندها 6 سنتي، نكتب عندها 6 سنتي متر.
الخطوة الثانية شو بدنا نعمل؟ ممتاز، بحكي لنا احنا اول مرة بنستعمل المسطرة، بعدين بنستعمل الفرجار مرتين. طيب معناته انا لازم اطول الفرجار، هاي الفرجار مسكيته من الاعلى، انتبهتوا من وين؟ مسكيته من الاعلى. هسه شو بدنا نعمل؟ ممتاز، بحكي لنا عمر بفتح الفرجار فتحة مقدارها او مقدارها اللي هي حسب الضلع الاصغر. مين الضلع الاصغر عندي هون؟ ممتاز 4 سنتي. معناته يا مس بحركها، الرأس المدبب عند النقطة صفر، هاي الرأس المدبب عند النقطة صفر. مس حكيت لكم انتوا بتتحكموا بتصغير وتكبير الفرجار، بدي اصغر الفرجار لحد ما الرأس اللي فيه القلم يجي عند النقطة 4، هاي عند النقطة 4 تماما، عند النقطة 4 تماما. ماشي يا مس؟ معناته هاي فتحت الفرجار فتحة مقدارها 4 سنتي. شو بنيجي بنعمل؟ بدنا نركزها يا اما عند الرأس عين يا اما عند الرأس سين. كيف بدي اعرف يا مس؟ بروح بقرأ سين صاد، سين صاد. السين كحرف مش موجودة، بس مين الحرف الموجود؟ ممتاز عمر بيحكي لنا الحرف الموجود اللي هو الصاد، معناته بروح بركز الفرجار عند الصاد، بركز الفرجار عند الحرف صاد وبرسم القوس الاول، وبرسم القوس الاول. طبعا يا مس لما تيجي تثبتوا الفرجار لازم الرأس المضبب يظله ثابت مكانه، مش يتحرك معاكو، حاولوا ثبتوا نهائيا ما يتحرك. هاي صنعنا القوس الاول، هسا بدنا نصنع القوس الثاني. يلا يا مس يا راشد كمل معي انت، يعطيك العافية عمر. بدنا نفتح الفرجار فتحة مقدارها كم؟ ممتاز، هايو يا مس بدنا نفتح الفرجار فتحة مقدارها اللي حسب الضلع الأكبر اللي هي 7 سنتي، اللي هي 7 سنتي، تمام؟ هاي خلينا نفتح الفرجار فتحة مقدارها، طبعاً 7 سنتي شوي كبيرة، مش مشكلة، شو ما يعطيني الطول، هاي فتحة مقدارها 7 سنتي، هاي القلم وقف عند 7 سنتي، معناته بنشيل المسطرة، بما إنه ثبتنا الفرجار أول مرة عند الرأس عين، المرة الثانية وين يا مس يا راشد؟ عفوا، بما انه اول مره ثبتنا الفرجار عند الراس صاد، هسا وين بدنا نثبته؟ ممتاز، بدنا نثبته عند الراس عين، بدنا نثبته عند الراس عين، وبدنا نبلش نرسم قوس، وبدنا نبلش نرسم قوس. بس لاحظوا هنا انه احنا القوسين ما تقاطعوا لسه، ليش؟ لان انا بكون وانا برسم رسمته صغير، بكون وانا برسم رسمت القوس بشكل صغير، فشو بدي اعمل؟ عادي عادي، بس انا هون بورجيكم كيف انه ممكن تظهر معنا بعض الاشياء واحنا بنشتغل، تمام؟ برجع بفتح الفرجار كمان مره فتحه مقدارها 4 سنتي، بفتح الفرجار فتحه مقدارها 4 سنتي، هاي فتحه مقدارها 4 سنتي، وبثبتها عند الراس صاد كمان مره، هاي عند الراس صاد كمان مرة، مرة أخرى هي عند الرأس صاد، وببلش أرسم، وببلش أرسم. شايفين كيف إنه انطبق عليها تماماً؟ هاي قطعت ولا ما قطعت؟ ممتاز، هيها قطعتها كمان مرة، هيها قطعتها كمان مرة. بس أنا بهاي الحالة يعني باللي عندها جبت لكم إنه ما قطع القوس الأول الثاني، ليش؟ مشان نعرف إنه عادي، ممكن في بعض الحالات وأنت بترسم القوس فتحة القوس ما تكون كافية إلك إنه أنت تقدر يعني من خلالها تقاطع ما بين القوسين. مشان هيك يا مس إحنا في هاي الحالة خلينا نشيل المسطرة، لأنه إحنا طلنا مسطرة جديدة. في هاي الحالة عادية، بس بترجع بتفتح الفرجار فتحة كمان مرة، طولها 4 سنتي زي ما احنا عملنا، وبنرجع نرسم. لاحظتوا انه لما رسمت مرة ثانية بنفس الطريقة والقوس الطابق على بعضه وتقاطعوا في نقطة، طبعا نقطة التقاطع اسمها سين، نقطة التقاطع اسمها سين، لأنه صاد وعين ضلت عندي سين، ضلت عندي سين. هسا شو بدنا نعمل؟ ممتاز، حلا بتحكي لنا، هسا يا مس بدنا نروح نحرك المسطرة معاه، هيها حركت المسطرة، بدي أثبت الصفر عند سين، هي ثبتنا الصفر عند السين، وبدنا نوصل ما بين سين وعين، لازم سين عين تطلع 7 سنتي، لازم سين عين تطلع 7 سنتي، هي من الصفر للسبعة 7 سنتي بالضبط، معناته هسه بالمسطرة بوصل بينهم، بالمسطرة بوصل بينهم. بس خليني
أضبط الخط بالمسطرة، بدي أوصل بينهم بالمسطرة، بدنا نوصل ما بينهم. هاي وصلنا بالمسطرة ما بين سين وعين. هسا بدنا نوصل بين مين ومين؟ ممتاز، تحكي لنا سارة بدنا نوصل ما بين سين وصاد. بدنا نوصل ما بين سين وصاد. سين صاد كم طولها يا مس؟ ممتاز 4 سنتي، معناته لازم يطلع معي هاي سين صاد 4 سنتي، لازم يطلع معنا سين صاد 4 سنتي. ممتاز، هي طلعت 4 سنتي بالضبط، طلعت 4 سنتي بالضبط. هسا بوصل بيناتهم بالقلم، بجيب القلم وبوصل بيناتهم. طبعا ايد بتكون ماسكه المسطره وايد ماسكه القلم وبتوصل بيناتهم. سين صاد زي ما تاكدنا منها 7 سنتي، واحنا رسمناها بالاصل 7 سنتي، وسين صاد هي عباره عن 4 سنتي، هي عباره عن 4 سنتي. طبعا يا مس هذا هو كان المثال الاول. إذا بدنا نكمل مشان نفهم معلوماتنا أكثر، خلينا ننتقل للسؤال الأول اللي هو صفحة 24. بيحكي لنا ارسم المثلث سين صاد عين بحيث يكون سين صاد 4 سنتي، صاد عين 3 سنتي، وسين عين 5 سنتي. يلا يا مسي أشرف، بأي طول بدي أبلش؟ ممتاز أشرف بيحكي لنا ببلش بالضلع اللي طوله الأوسط، ببلش بالضلع اللي طوله أوسط من هو. ممتاز، بيحكي لنا بدي أبلش أرسم 4 سنتي، ببلش برسم من عند النقطة 0 لعند 4 سنتي. تمام، ممتاز، هاي من 0 لـ4 سنتي، ومنسميها حسب ما هم سميها سين صاد. سين هاي صاد وطولها 4 سنتي، وطولها 4 سنتي. الخطوة اللي بعدها مين يحكي لي اياها؟ يلا يا مس ياسف، شو بدي اعمل؟ ممتاز، بحكي لي بدي اجيب الفرجار والمسطرة، بدي افتح الفرجار فتحة مقدارها كم؟ ممتاز، حسب الضلع الاصغر اللي هو 3 سنتي. هي برجع وبكرر، انتبهوا انا بمسكه من الاعلى، الرأس المدبب بثبته عند الصفر وبحرك الفرجار. حكينا الفرجار بيقدر نكبره ونصغره عقد ما احنا بدنا، زي حجم فتحة الفرجار اللي احنا بدنا اياها. بدنا نفتحه فتحة مقدارها 3 سنتي، هاي فتحة مقدارها 3 سنتي بالضبط، فتحة مقدارها 3 سنتي بالضبط. هاي نكون فتحنا الفرجار فتحة مقدارها 3 سنتي. بدي اروح هسه عند مين؟ بدي اثبتها عند الرأس سين ولا عند الرأس صاد؟ ممتاز، بيحكي لنا يا مس، بيحكي لنا سيف منروح منطلع، احنا فتحنا الفرجار فتحة مقدارها 3 سنتي حسب الضلع صاد عين. مين موجود؟ مين الحرف الموجود؟ صاد ولا عين؟ ممتاز، اللي بيحكي لنا الحرف الموجود اللي هو صاد، معناته أنا بدي أروح أثبت الفرجار عند الرأس صاد. ممتاز، بدي أثبته عند الرأس صاد. طبعا حكينا إنك تقدر تحرك الفرجار زي ما بدك، هي ثبتناه عند الرأس صاد. فهسا شو بدي أعمل؟ بدي أرسم قوس، بدي أرسم قوس. هاي رسمنا القوس. بعد ما خلصنا يا سيف من رسم الضلع الثاني اللي هو فتحنا الفرجار فتحة مقدارها 3 سنتي، شو بدنا نعمل هسا؟ ممتاز، بحكي لنا بدي أرجع أفتح الفرجار فتحة مقدارها 5 سنتي. هيا بجيب الفرجار بثبت الرأس المدبب عند النقطة 0، هي ثبتناه. بعدين بحرك الفرجار وبفتحه فتحة مقدارها 5 سنتي، هي فتحنا الفرجار فتحة مقدارها 5 سنتي. بما انه ثبتناه اول مره عند الراس صاد، هسه مباشره بدنا نثبته عند الراس سين. بس طبعا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعكس اتجاهه. انتوا طبعا هون يمس انا اضطريت اعكسه بالبرنامج، انتوا بتلفوه لف فقط، انتوا بس بتلفوه بايدكم. كيف يعني بتلفوه؟ يعني بتخلوا الراس المدبب عند السين والقلم من الجهه الاخرى. وهسه شو بعمل؟ برسم قوس مباشره، برسم قوس، بحاول أخليه إنه يقطع القوس الأول في نقطة، يقطع القوس الأول في نقطة. ببعد الفرجار على جنب. هسا بما أنهم اتقاطعوا القوسين، طبعا أكيد اتقاطعوا في النقطتين لأنه سين وصاد موجودات، ظلت عندي النقطة عين. هسا شو بدنا نعمل يا مس؟ هسا بدنا نجيب المسطرة، بدنا نجيب المسطرة ونوصل ما بين سين وعين وما بين عين وصاد. مس هي ثبتنا الصفر عند النقطة عين. مس ليش؟ هسا احنا بنقدر مباشرة
نرسم نوصل ما بين سين وعين وما بين عين وصاد، بس في عندي خطوة إضافية رح تصير يا سادس، إنه لازم أتأكد من القياسات تكون صحيحة. هون أنا مباشرة بخليك تتأكد من القياسات إنها صحيحة، هون مباشرة بخليك يا مس تتأكد من القياسات إنها قياسات صحيحة من خلال تثبيت الصفر عند الرأس عين، وهاي اتحركنا للسين، هاي شايفين يا مس كيف إنه عين سين طلعت معنا 5 سنتي بالضبط، عين سين طلعت معنا 5 سنتي بالضبط، فبوصل بالمسطرة، حكينا إيد بتكون ماسك المسطرة وإيد ماسك القلم، ومنوصل ما بين سين وعين، هاي وصلنا ما بين سين وعين. هسا بدنا نكمل ونوصل ما بين عين وصاد، كم لازم عين صاد تطلع معنا يا مسيا أحمد؟ ممتاز، صاد عين هي نفسها لما نحكي عين صاد لازم تطلع معنا 3 سنتي، هيها لازم تطلع معنا 3 سنتي، لازم تطلع معنا 3 سنتي، خليني أثبتها بالضبط، هيها طلعت معنا 3 سنتي، طلعت معنا 3 سنتي. طبعا يا مس انتو لما هاي خلينا نوصل، انتو لما ترسموا رح تلاحظوا انه رح يطلع معاكم الدقة اكبر مني، رح تطلع معاكم الدقة اكبر مني لان انتو بتستخدموا ادوات حقيقية ملموسة مشان ترسموا من خلالها. عين حكينا عين سين اللي هي طلعت معنا 5 سنتي، فانا بكتب هنا 5 سنتي جنب هذا الضلع، وبرضه في عندي عين صاد طلعت معنا 3 سنتي، وعين صاد طلعت معنا 3 سنتي. طبعا زي ما احنا شفنا هاي هي الحالة الأولى اللي يكون معلوم فيها 3 أضلاع، ضلع ضلع ضلع، نحتاج لمسطرة وفرجار. طبعا هذا يمس هو الجزء الأول من درسنا. هيك يا مس الحالة الأولى فيها رح نختم درسنا لليوم. بضل علينا واجب اللي هو السؤال الأول فرع ألف صفحة 26، هو سؤال من تمارين ومسائل، بس بدكم ترسموا بنفس الخطوات اللي أنا اتبعتها. انتبهوا أنتم بتستخدموا بالفرجار، انتبهوا من الجزء المدبب. في الحصة الجاية إن شاء الله يا مس راح نشرح الحالة الثانية والحالة الثالثة، راح نحتاج لهم مسطرة ومنقلة، فكونوا مجهزين معكم الحصة الجاي مسطرة ومنقلة. يعطيكم ألف عافية يا سادة.